مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في اخر حلقات هذا الاسبوع من الصباحيه الدزام، وفيه كالعاده دكتور ماريا بن جلون محضره لنا وصفات صحيه بالمشماش. فقره نقطه توازن دكتور مصطفى الصمدي غادي يكلمنا على فن الاستمتاع بالحياه. فقره تربيه وتعليم كما العاده كيحضر معنا السي عبد اللطيف راشدي اللي هو مدير مركز الاستشارات النفسيه والتربويه والتعليميه. اليوم غادي نتعرفوا معه على كيفيه استغلال العطله بين الاستراحه والتعلم. فقره الضيف غادي يحضر معنا الاخصائي في التنويم المغناطيسي السي عثمان بن شقرون، واللي غادي نكتشفوا معه فوائد حمامات الثلج على الجسم والنفس. والبدايه مع الورقه القانونيه رفقه بروفيسور محمد جمال ماتوق. مرحبا بكم معنا في صباحيه اليوم. بروفيسور ماتوق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نواصلوا دائما الحديث على المواضيع اللي كتعلق بمدونه السير، واليوم غادي نتكلموا على الحالات اللي كيتم فيها توقيف السياره او المركبه. هنا ملي غتكون يعني الشرطي غادي يعني غادي يبان له انه غادي يوقف ليا سياره او مركبه ما، فغادي نتسائلوا علاش، واش الشكل ديال ديك السياره او المركبه فيه شي خلل، واش عدد الراكبين فيه مشكل يعني زايد هذا، او لا مشكل ديال الحموله. طيب هما بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بان كاين بعض المخالفات اللي كيعاقب عليهم القانون بايقاف السياره بالفرنسيه ليموبيليزاسيون دو فيكول. يقول كيفاش يوقف لي السياره؟ وهو المشرع جا في مدونه السير تيتكلم على هذه النقطه هذه وتعطينا واحد اكثر من 18 حاله، اكثر من 20 حاله اللي فيها تستوجب توقيف السياره المركبه ديال الشخص. اذن كيجي ديك الساعات العون المحرر المحضر كيوقف كيامر بايقاف السياره. شنو هما هاد الحالات اللي غادي نلقاو فيهم؟ مثلا عدم نشوف واش هي هادي عدم ادلاء بشهاده التامين الخاصه. هذه الحالات المنصوصة يجب الامر بتوقيف المركبه، يعني ماشي ايقاف، بتوقيف، العباره الصحيحه بتوقيف. في الحالات الاتيه: اذن عدم الادلاء برخصه السياقه، اذن هذه مساله بديهيه طبيعيه. انت غادي بالسياره وقفك الشرطي الله يخليك وثائق السياره اوراق السياره، كتعطي الاوراق تيقول لك رخصه السياقه، ودي رخصه عين تنقلب ما كايناش، ما يمكنلوش من بعد واخا يدير لك مخالفه لشيء اخر لسبب اخر ما يمكنلوش يعطيك الاذن باش عاود تستأنف سياقه السياره ديالك، حيت ما عندكش رخصه السياقه. اذن هو باش عرفوا بانه عندك كاع هاد الرخصه اصلا، او الوضعيه ديال هاد الرخصه غير قانونيه، او ما كتستحقش عندك رخصه تم توقيفها او سحبوها. اذن ما عندكش رخصه السياقه، تيقول لك هاد السياره غادي تبقى هنايا حتى تمشي تجيب شي واحد اللي عنده رخصه السياقه يجيبها لك ويه السياره ديالك، او اللي يجيب لك رخصه ديالك. عدم ادلاء بشهاده التسجيل او سند الملكيه، من تنقول لك اعطيني البطاقه الرماديه، ما عندكش بطاقه رماديه، انا تقص بك كتقول لي راه عندي نسيتها في واحد البيده ديالي كنت مخليها وما خرجتش، نسيت ملي بدلت البيده ما هزيتهاش معايا، ما خرجتهاش من الجيب، ما كاين حتى مشكل، خلي السياره هنايا سير جيب البطاقه. عدم ادلاء بالوثيقه التي تثبت الخضوع للمراقبه التقنيه. اسمح لي غير لا فيزيت تكنيك بالنسبه للبطاقه الرماديه، حيت انا كانت وقعت لي كاين هذاك التطبيق ديال ناقصه، كان مشيت ندخل المعلومات ديال السياره وتنشوف واش مخلصها ولا ما مخلصهاش. نورمالمون الا كنتي مخلصه اظن في هذه الحاله راه ما كيكونش لا عفوا انا كنت نتكلم على فيزيت تكنيك. كنتكلم على الفحص التقني. عفوا على الفحص التقني ماشي على البطاقه الرماديه. نعم. اذا كانت المركبه تحمل صفائح تسجيل مزوره تبين لي بانه هذا الايداع، انا مازال انا وياك في الحالات ديال الايقاف ديال التوقيف. توقيف السيارة. باش من تنتكلم وصلتي لا فيزيت تكنيك استاذ. عدم ادلاء بشهاده التامين الخاصه بتامين المركبه. اسيورونس. حاله من الحالات اللي كنوقفوا بها السياره. وجود عيب في اجهزه حصر المركبه، يعني الفرامل. مثلا وقفتي وانا جيت المراقبه ديالك من بعد ما شفتك وقفتي في الضوء الاحمر وبان لي بانه الضوء الاحمر ديالك ما كيشعلش ديال الفرامل ما شاعلش او لاحظت بان عندك شي مشكل في تنجي لعندك وتتاكد من هذا العيب اللي عندك في السياره. الا تاكد بان عندك عيب فمن اجل سلامتك والحفاظ على سلامتك وحمايتك وحمايه الاغيار ايضا تنقول لك الله يخليك ايقاف توقيف السياره. وجود عيب في اجهزه توجيه المركبه باش كنتحكم في توجيه المركبه، يعني داك الفولون هو هذاك. وجود
عيب في نظام تعليق المركبة. وإذا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من يد الإدارة، وإذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدراج. يعني مش الماتريكول هذا؟ لا، ديال العجلات. العجلات فيهم واحد الزويقة كتكون طروزة مزوقة. الرويضة هذيك الرويضة عندها واحد العبار كنعبروها بحال باب الدرهم. تخشي واحد الدرهم ما خشي واحد العبار تكون اكثر يعني محية. الرويضة محية مسوحة. فهمتك. أو تكون منفوخة، ماشي منفوخة العجلة، واحد الضريبة مبوقة بحال عندها اون بوس. الله يرضي عليك. حدبة عندها في الجنيب كتدخل مثلا في شي حجرة ولا شي حاجة يمكن لا دير غير ما كاينش بياسه. لا غير تكتب باش تقول اون بيتيت بوس في الجنب ديال الرويضه. واحد النفخ في الجنيب او مقطع نهائيا وكاين السلك تيبان. تيقول لك وقف ديك الساعه، حيت بزاف ديال الناس كيمشيو بالسياره تاعهم. خطر هذا على الحياه ديالك. وغادي هو ما عندوش مشكل. تيقول لك الحمد لله ما عندي حتى شي مشكل، انا ما احتاجش. اذا هذا الفقره تسعود. اذا كانت اجهزه السلامه او الاناره غير مطابقه للمعايير القانونيه او معيبه. أجهزة السلامة أو الإنارة، كتعرف بأن الإنارة في بعض الأحيان كتكون غادي بالسيارة ديالك، وكيوقفك دراكي بالليل، تيقول لك راه عندك عيب في الضو، ما شاعلش الضو، عندك الضو شاعل، واحد ما شاعلش، أنت ما كتكونش عارفه. ما كرادش البال. يفترض فيك أنك ما عارفوش، فما غايديرلكش مخالفة، لكن تيقول لك غادي توقف السيارة. المفروض جيب شي واحد اللي صوبها لك دغيا ويقاد السياره. ولا كنت انا في شي اوتوغوت وش كي غندير ديك الساعه مثلا في طريق السيار ووقفوني يعني في شي راه يمكن ديك الساعات. حيت دابا كيفاش غندير؟ حيت دابا بزاف ديال الناس اللي تيقول لهم دي انا راه قلت له انا ما كنتش عارف الضوء عندي خاسر. انا كاملين كيتوقع لينا يعني عاد توراها لي هو. اذن في هذه الحاله هذه راه ما تيديرلكش المخالفه، لان يمكن لك تمشي تصاوب، لكن الا قبضتك المره الثانيه كيدير لك المخالفه. مفهوم. ثم انعدام او عدم مطابقه عدم اشتغال جهاز قياس السرعه وزمن السياقه بالنسبه للمركبات الخاضعه لوجوب التجهيز به. شنو هو جهاز جهاز مطابقه عمل جهاز قياس السرعه؟ شنو هو هذا؟ هو اللي كيسميوه بالفرنسيه لو موشار، الشكام. شكون تيكون هذا؟ تيكون عند الشاحنات، عند السياقات المهنيه ديال بعض الشاحنات. نعم. اللي كتكون فيهم واحد بحال القرص. اييه بحال سيدي. هو اللي تيكون فيه الخريطه ديال السرعه وفوقاش وقفتي السياقه ديالك. يعني حتى المده. طبعا فوقاش وقفتي. فوقاش وقفتي السياقه هنا باش كيعرفك واش ارتحيتي ساعتين. هذوك مده الراحه خاصنا نحترموا هذيك المده الراحه. طبعا السائق المهني. نعم. بالنسبه للسائق المهني الدراكي ملي تيوقفوا تيقولوا انا شوف ذاك شحال من خطره كتكوني غاده في الطريق وتيبان لك سائق موقف مع شاحنه وتلقاه شاد واحد كرتونه في يديه راه هو هذاك القرص ديال قياس السرعه. عدم الخضوع، عدم توفر على جهاز لتجميع السوائل المزيسة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به. هادو طبعا دخلنا للسياقة المهنية. هذه حنا كنتكلموا مع الناس اللي تيسوقوا السياقة عادية ديال السيارات ماشي السياقات المهنية. عدم الخضوع لمراقبة التقنية، يعني ما عندكش ما يفيد أيضا. وهنا كتلاحظي بأن راه كاين واحد التكرار بين هاد جوج الفصول، يعني كنعاودوا هذه راه تكلمت عليها قبيلة في الأول. عدم تقييد المعايير المتعلقه بابعاد المركبه. عدم تقييد المعايير المتعلقه بابعاد المركبه. ثم 14 انبعاث دخان او غاز عن محرك المركبه تتجاوز نسبته النسبه المحدده من قبل الاداره. هنا عاوتاني في بعض الاحيان ملي كتكون واحد الحمله بيئيه تتلقاي المراقبه ديال المراقبين ديال السير على الطريق او الدراكيين او الشرطيين كيجيبوا واحد الجهاز الكتروني باش كيعبروا هاد الدخان اللي كيخرج من السيارات. كما قلتي مراقبه بيئيه كتكون له ديال اصفار ولا شي حاجه كيوقفوا ملي كتبان له شي وحده اللي كتخرج بزاف ديال الدخان شي موتور بطريقه غير عاديه مثلا ولا تيوقفها تيعبرها الا لقى كيتعدى راه تي المفروض مدره بالبيئه مدره بالبيئه وبالتالي تيوقف السياره تتصوب السياره صوبها يعني غادي يجيب سبحان الله هذه المساله معنا ما تعرضنا لها وما كنعرفوهاش في الفيديو واحد قليل دابا كلشي عنده السيارات جدا ما بقاش داكشي اللي عندنا حنا ديال زمان ما شحال هذه كانت الطوموبيل كتكون السياره. اذا
سياقه تحت تاثير الكحول او المواد المخدره. ان هنا ما درتي لا حادثه لا حتى شي حاجه، ما جرحتي حد، ما ضربتي حد، ما تعديتي على حد، غادي بالسياره ولكن انت مخدر. يعني كان كونترول مثلا اما في البدايه التخدير ديالك ولا زايد شي شويه فيك الحال، تتقول كتوقف السياره. اذا السياقه تحت تاثير الادويه التي تحضر السياقه بعد تناولها، هذه تيمكن الواحد يبان له بانه كيدخل ويخرج في الهضره، لكن ملي كنشمو ما كاينش رائحه الكحول، لا يظهر عليه نهائيا يعني اثار جانبيه لحد الدواء اللي تناوله. لكن ملي كنسولو ونزيد نبحث معاه والدراكي عنده الحق يقول له واش شربتي شي دواء، واش درتي شحال من ساعه باش شربتي الى اخره، باش نعرف واش كاين خطر عليه وخطر على الاغيار. الا كان خصني نوقف السياره غنوقف السياره. اكيد هذا الشيء كامل يعني محافظه على السلامه ديال السائق والعائله ديالو مثلا الا كانت معاه. مقالي غير نشكرك على التوضيحات والوقت صح انتهى. دابا ما عرفتش كيفاش ردوا الطوموبيل كامل تكلمنا عليها بعدا. بركه خلينا في الاذاعه بركه غير في هذا الشيء هذا. حنا كاين كثر دابا، حنا شفنا غير شي 13 حاله ولا 14، وكاين اكثر من 22 حاله ديال الايقاف، لكن هادو اللي بقاو كلها كتعلق بالسياقه المهنيه. حنا تنتكلموا خاصه على الاشخاص يعني العادي اللي عندهم سياره صغيره ديالهم، فمزيان يعرفوا بانه بحال هذا العطب، بحال عدم وجود هذه الوثائق، ماشي لازم دير لي مخالفه، لكن كتوقف السياره الى حين انهاء هذيك المخالفه. تاكد بانك كل واحد متاكد توريه له كاع في التليفون تيقول له ها رخصه السياقه ديالك ها هي، ولكن راه ما جبتهاش تيقول له خلي السياره سير جيبها رخصه السياقه. مثلا يعني هادو امثله يعرفوهم الناس باش يعرفوا كاين فرق بين توقيف السياره وايداع السياره في المحجز. نعم مفهوم. كنشكرك كالعاده على التوضيحات اللي كتقدمنا بروفيسور محمد جمال معتوق، كتنورنا المسائل اللي ما تنكونوش فريمون رادين البال ولا جاهلين يعني بوجودها. شكرا لك مره اخرى. مشاهدينا اللحظه نمر لفقره صحي ولدي. لاله ماريا السلام عليكم. عليكم السلام. شكرك لاباس عليك. الله يحفظك بارك الله فيك. هذه الوقيته ديال المشمش. مشمش ياك، وفي ما ندورو نشوفو المشمش. المشمش كاين موجود وحاجه فوقتها اكيد خصنا يعني نستغلوها وناكلوها بحدها موجوده، لانها من الفواكه اللي كتوجد في هذا الموسم. الفواكه كلها كثرت المشمش خصنا يكونوا ملسين من نجيو نشريوهم وما يكونوش مضروبين، هذا هو الفرق. دونك نغسلوه مزيان. تغسل مزيان طبعا ويقطر. الفوائد كثيره، كاروتينويد، فيتامين سي، فيتامين ك، فيتامين بي، مغنيسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، الالياف، انتي اوكسيدون، يعني غنيين بزاف عاد. ونستغلوا لانه موجود هذه الايام. موجود. الوغ الفواكه طبعا ناخذوها هكذاك، من الاحسن ناخذوها طبيعيه، ولكن نقدروا ندخلوها بعد ما اكلت. الوغ حاولت ندير شي، عاوتاني دي زونتخي اوريجينال. هذه شنو درت؟ الوغ تنحاول دابا مع السلطه هذه مع الصيف هذه نزيدوا معاها غير اون بتيت فيوند ولا اون بتي مورسو دو بولي او دو بواسون. الوغ هذه شنو فيها؟ هذه فيها الكينويا، جوج ديال الاشكال الكينويا، الكينويا مبخر ولا مسلوق، تنقطرو تنخلطو بشي ديال المعنوس والقزبر الكرافس اللي عندنا، وتناخذ الحمص تنسلقو. ملي تنسلقو داكشي بحال ديال بحال السلطه ديال الناس المشارقه لبنان فوالا تنغيرو باش تكون اون سلطة كومبليت. الحمص يكون مسلوق ملي يقطر مزيان تندير فيه شويه ديال الحرف ونحمرو شويه في الفرن صافي، وتنعمل اون فينيغات كيف ما بغينا نديرو لا فينيغات. ملي تنخلطوهاش تندير الوغ هذا المشمش الفينيغات ديالنا يعني لا لازم تاع بلديه مليحه وبزار شويه الحامض نزيدو البلزاميك اللي بغينا نديرو، نقدرو نزيدو فيها شويه ديال المطيشه هذو الوغ هذا المشمش البلدي. الوغ هذا مشوي قسمته على جوج شويتو، نقدروا نشويوه في ذاك المقله اللي ما تتلصقش ولكن تكون سخونه سينو الفران ونحيدو اذا خليناه تيبدا يطلق الماء تيلصق او نشوف في الفران. دوك درت نوع هذا مشوي وهذا مشمش شويه طايب باش ما يجيش حامض بزاف عاد، دوك درتو كومي نونتخي ودرت عليه شويه ديال اللوز مهرمش. اللوز مهرمش واي زريعه بغينا ديال الزرعه ولا زريعه ديال النور الزرعه كنستافدوا منهم فوالا. وكيف قلتي شويه ديال اللوز مهرمش هي اون اونتخي كومبليت. تبارك الله نقدروا ولو ما ناخذوش البروتينات فيها الاسيد امينيه تبارك الله فيها كل شيء الموجود الكينوا راه فيه كل شيء فيه كل شيء. وطبعا الفوائد ديال المشمش صحي كثرتو لابو، داك لا فيتامين ا صحيه لابو.
هادو قطيبات وصفاخره. الو قطيبات خديت اي نوع ديال اللحم. هنا درت شاد الفيلي، نديرو البيبي، نديرو الدجاج، تنقدهم غير في الملحه والبصل وشاد البصله صافي صافي. اش تندير؟ تناخد قطيبات هكذا، تنعمل تريف ديال اللحم، تنعمل المشمش ما يكونش طايب بزاف، يكون شويه خضر باش ما يبقى ما يطلقش لينا الماء ديالو. فلفله خضراء، وتنحاول ندير قطيبات هكذا. هذا مشوي في الفران، نقدروا نديروه في مقله اللي ما حتى المنيضر حتى المنيضر حتى المنيضر زيون مقله اللي ما تتلصقش. وباش تنرافقوا الوغ شويه ديال الهبل وشويه ديال الروز ولا العدس ولا شويه ديال هذا السلاد فوالا. وباش ما تيجيش يابس تناخد اون صوص مايونيز ميزون، يعني ساهله، تنديروها بصفرة البيض وشويه ديال لاموتاد، تندير يوغور حتى هو ميزون. وكانت عندنا شويه الحار نديرو الحار، تندير شويه ديال لاصوص كونسونطخي تاع ديال الدار ملحه والبزار ها هو، وتنرافقوا به تيجي بحال شي صوص كوكتيل. صوص كوكتيل باش ما تيجيش يابس بزاف عاد. دوك هادي غير ما نخليوش طايب بزاف، وتنحاولوا ناخذوا ذاك المشمش اللي شويه قاصح باش ملي تيطيب ما غاديش يعني يدير لنا ما يبقاش يبان بعد. حيت راه دغيا تيطيب، تنقدروا نحتفظوا فيه في الثلاجه، ولكن دغيا تيطيب. ناخذوا نعزلوا المشمشات اللي كتكونوا قاصحين. قاصحين هما اللي نخدموا بهم. وتنقسموها على هانتي، ولو تيقول لي الناس لا مشمش غالي، هانتي وحده درت لي جوج قطيبات، كاع ثلاثه على حسب ثلاثه مشيميشات فوالا. وتجي ذاك لو كو سوكري سالي. نعم. الوغ غتقول لي الحوت الحوت الحوت، بان الحوت حتى هو الناس تيخافوا من الحوت، نديروا شويه سكري سكري. شنو درت هنا؟ القرعه دائما لو ليغوم فيغ القرعه شويتيها فران شويه دهونه بشويه ديال الزيت كيف تندير ملحه البزار افيك بابي كويسون طيبه شويه في الفران. بغينا نطحنوها، بغينا نديرو اون بوغي ديال القرعه والجزر اللي بغينا. وتناخذ هنا نقدر ناخذ ان فيلي دو دوغاد ولا فيلي دو ديال ميغلا ولا ندير لا لوت بواسون بلون حوت ابيض يدخل الفران احسن. دونك خديت دو مورسو دو دوغاد، ها هما دو دام دو دوغاد. لا دوغاد تبقى غزاله تبارك الله. طيبتهم في شتي سي دو بواسون بلون، طيبتهم في الفران. انا لا دوغاد تعجبني طيبي مع الملحه، تتجي غزاله هي بوحدها مع الملحه بوحديتها كيجي مذاقها هائل. ما يكونش طيب بزاف، يلاه يشم الريحه ونديروا شويه ديال الربيع ديجا ان لو ميم راه وهي لزوي فيها ما تتنشفش، كتبقى ديما طريه. فوالا دوك ها هو. الوغ ملي تطيب في الفران اش تندير؟ نقدروا نطيبوها اون بابيوت، تناخذ شويه ديال المشمش يكون شويه هاري، تنطيبو ما والو، تنبقى المكعون المكعون، تندير بحال اون بتيت كومبوتي سون سوك سون ريان دو تو. ها هي ايوا راه هو حليلو فوالا حليلو. وتندير فوق منها شويه ديال المشمش بحال السوس داك لو كو ديال سكري سالي سكري سالي مع الحوت المجماش والقرعه تيجي. غادي نعطيك ان بتي بو، هادي نعطيك لي تخوا شوز باش تشوفي لو كو. تيجي ان بتي بو غادي نتغدى معاك اليوم يا مريم. الله يحفظك بالصحه والسلامه. فوالا اون بتيت بوشي هكذا سي ون معنا علاش نزيدو معاه لا خبز لا حتى حاجه، تيكون لذيذ وواحد تيبي غير دوك المشمش والحوت. هذا عمرك ما شاء الله زعما ان ميلونج وما حلوش. هذا راه غير مشمش طايب ومقطع مقطع مقطع اون كومبوت ومعكتي شويه بلا فورشي فوالا. ما طيبتو ما حتى حاجه، لا اضافه لا حتى حاجه حتى حاجه. عرفتي واحد الحلاوه ديال المشمش وما طايبش مع الحوت، الحوت طايب عادي بوحديتو بوحدو مع بابيوت ولا في الفران. وعاد تندير شي درت شويه هنا ديال بتيت كومبوتي، وذاك شويه المشمش طايب تنعاود نقطعو باش يجينا ذاك البتي العفو بان المشمش. تبارك الله عليك. هذه شنو كيش؟ الو سا سي ما بين لو فلان وما بين اون كيش سان فارين اش تندير؟ وما بين كلافوتي، لو كلافوتي تيكون فيه شويه اكثر من دايا تيكون شويه ايبي ايبي. دونك سناخذوا ان بلا افور اللي تيمشي في الفران، تناخذ البيض تنضربو مزيان 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 مزيان، تندير معاه شويه ديال الشوفان. الو اربعه البيضات تندير معلقه كبيره ولا جوج معالق كبار الشوفان بلاصه الدقيق الابيض تنبقى نطربو. وتندير الزهر، هنا درت شويه ديال الزهر ما درت لا قرفه لا حتى حاجه. تناخذ لو بلا غراتا تنفرش فيه المشمش. الو دائما تنحاول ندير جوج الانواع، تنكون عندنا بحال دابا كيلو كيلو ها هو هذا المشمش هكذا، وهذا البلدي داك الصفر. دونك تنفرشو وتنفرشو تنكب عليه داك ما بين اومليت ما بين باتا كريم
تنكبها فوق منهم وتنطيبوها، ولكن في الفران مهيل ما تنديرش الخميره باش ما يطلعش، وراه غادي يطلع بحال ان سوفلي. اييه قدرنا ناخذوه في 6 ساعات غادي يطلع واخا ما في لا خميره لا والو، يطلع بحال ان سوفلي حيت البيض مطرف. كنا كنحتى برد ما كاين مشكل، تيتكل بارد وبحال ان ديسير ياك مثلا. ملي تيبرد تندردر فيه شويه ديال اللوز مطحون وشويه ديال القرفه. ها هو تبارك الله عليك، الوغ يعني افكار ما شاء الله عليك. انت كتبدعي على لاله مريا والله العظيم، ديما تسالي عرفتي الحاجه الى انت تجي تقاسمي معنا هذه الوصفات الجديده صحه وناكلوها بلا عرفتي شنو، بلا ما يجي هذاك عذاب الضمير، لا نقدروا ناخذوا الوزن ولا شي حاجه هكذا افيك بيتيت بول دو كلاس ولا شي حاجه. الله العظيم تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. واكيد هذا غتبان لي وخيلا كونفيتور ديال المشمش. الوغ كونفيتور المشمش باش مصوبه، الوغ في هذه القرعه كلها ما كاملش كيلو ديال المشمش، داك اللي شويه الوغ الا كان المشمش شويه خضر خصنا نطيبوه مع شويه الماء بالمهل، نعمروا الكاسرونه نديروا المشمش حتى يطيح، خص الماء ما يفوتش المشمش بزاف، لا هي شويه الماء كان المشمش طايب ما نديروش المشمش الماء نهائيا، ما يحتاجش. شندير تنقطعو حتى هو طريفات ماشي صغار بزاف عاد. الو هنا ماكسيموم كيلو ديال المشمش حيت تنحيدو العظم تينقص من الوزن ديالو، وتناخذ تفاحه بالقشره ديالها محكوكه، دونك تنطيبهم بشويه بشويه، وباش تنعطي واحد لوكو شويه امير عندك اللوزه ديال المشمش تنطيبها معاه. كتكون معاه هذيك النواه العظم، العظم المشمش تنطيبو وحده ولا جوج باش تعطينا هذاك لوكو شويه ديال المروريه. فوالا بغينا نزيدو شويه ديال الحامض باش ناخذو ذاك لوكو داسيديتي، دائما معرقات الخشب وحنا تنخلطو. إذا درت شويه ديال الرغوه نحيدو ذاك الرغوه، ما كاينش سكر نهائيا. يعني لا بغيت نسولك على الكونفيتور كلهم كيمشيو بالسكر حلو حلو، ما محتاجش ما كاينش غير السكر سي ان بيتي كونسيرفاتور، هذا ما تيصبرش بزاف ولو في الثلاجه ما تيصبرش بزاف. هنا درت كميه كبيره ولكن نديرو قريعه صغار ملي تيطيب نقدر نخلطوه. هذا درت فيه شويه ديال الزعتر دونك حتى تيطيب، حتى كذا كيطيب لي المشمش تيطيب باش ما يجيش مر. هذا الشيء ديال الزعتر اييه تبي قلتي بيان سور، ملي تيطيب تزيد على الزعتر. الزعتر نقدروا نديروا معاه شويه ديال لافونت، شويه ديال الملوك. تقولي لي قريفه ولا اللي بغينا نزيدوا معاه. وحلو حيت تخي بون هو المشمش طيب بعدا حلو، وما تطيحش لك في البال هاد لاسوسياسيون، ديري الزعتر مع المشمش يعني ما غاديش باش نسم متواتا. وتبارك الله نديرو لويزه تيجي معاه مزيان مع لويزه، نقدروا نديروا معاه اللوز، نقدروا لا لافوند لا كونفيتور، داكشي علاش نديروا القريعات قريعات وكل مره نبدلو. الوصفه الاخيره كي لو كو دو كور شنو هما؟ الوغ هذا اش تناخذ؟ تناخذ مشمشه وحده تنطحنها مع غير الماء، تنصفي ذاك الماء تنسخنو شويه من سيترو الماء، تنسخنو شويه تندفيه، ملي تندفى تناخذ شويه ديال المشمش. الوغ اما هذا الكبير الا جبرناه هذا الكبير، اما تناخذ هذا الصغير ولا هذا المشمش تنجبرو في السوق اللي في خويا كونفي اللي تلقاو يعني كيتباع اون كونسيرف. شندير تنقسموهم وتنلوحهم في ذاك المدافي، تنزيد معاه شويه ديال اليازير وتنشد عليه وتنخليه يومين. علاش يزير بالضبط يعني من الاعشاب كاملين؟ اللي تيعجبو لوكو ديال يزير. ديال يزير، دوك تنبدا ذاك القرع نحاول نقلبها ساعة ساعة نقلبها هكذا، دوك تيجي هكذا. تتلقماه مزيان. فوالا، دوك سي ان ديسير، الما ديالو إيت إكسيلون. بحال دابا الما ديالو نقدروا نديرو في الحلويات مثلا في الكيك ولا هذا، ياك يعني ممكن. أنا غنبقى ندوق معاك اليوم ماما. ما فيش سكر نهائيا. هذا اون لو بريزونتي كوم ديسير ولا نزيدي في شي حاجه. ما تعطينيش الطبله نديها معايا للدار. بصحه بصحه والسلامه. بصحه تبارك الله عليك مريا. دونك شتي لو كو تيجي شويه امير وتيجي شويه لذيذ. اكيد. ودابا شفنا المشمش ماشي فقط اللي كناخذوه تناكلوه بحال هكاك. المشمش هكذاك لذيذ. الوغ اللي عنده مرض سكري ما يكثروش منه. اكيد. اللي عنده مشكل ديال الامعاء ما يكثروش منه حيت على حسب الاسهال. والوليدات يديروا بالهم. الصغار الوليدات الصغار. من قبل عامين ما نعطيهمش. تبارك الله عليك مريا ما شاء الله عليك دائما يعني تناكلوا معك صحي وليدي مشاهدينا. الله يسلمك. يعطيك الصحه. لحظه نمر لفقره نقطه التوازن. دوك
دكتور مصطفى الصمدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. احنا مقبلين على فصل الصيف أكيد، نبغيو نستمتع ونستمتع بالحياة. أكيد هذا الاستمتاع بالحياة هو فن، ولكن عنده القواعد ديالو أو لا؟ أكيد أكيد، احنا مطالبين باش نستمتعوا بالحياة لحظة بلحظة، نفرحوا ونكونوا إيجابيين، نفرحوا بحياتنا، نفرحوا بالنعم اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. ياك هذه الفقرة سميتوها نقطة التوازن. التوازن أعظم حاجة تعطيك التوازن في هذه الحياة هو ديننا. أكيد. هذا الدين العظيم اللي منه كنستمدوا التوازن في الحياة. نعم. دائما كنحفظوا والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان في كل شيء. أكيد. وتستمتع بالدنيا وشوف شنو كاين من التوجيهات للاستمتاع الحقيقي بالدنيا. ملي كنقراو القران الكريم النعم اللي عطى الله سبحانه وتعالى. انا كنقول غير واحد الايه، غير واحد الايه، المال، الابناء، الصحه، نعمه، هادو كلهم نعم نقدروا نستمتعوا بهم، ماشي فقط غنبقاو تابعين غير الماديات ومتاع الدنيا وهذا. تماما، عندنا واحد الايه كتقول وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شوف العظمه، شوف دير خدم الاخره ولكن الدنيا ما تنساهاش، استمتع بها، خذ ما انعم الله عليك بها من خيرات ومن ما اوجده فيها من بركات، ولكن بالتوازن. احنا دائما كنتكلموا على التوازن، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، والانسان يكون في حال حسن وفي ثوب حسن. نعم الله لا تحصوها. تماما، وكل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. عندنا بزاف ديال الايات وديال الاحاديث اللي كتبين ان الانسان خصو يستمتع الدنيا وياخذ من نعيمها اكلا وشربا وسياحه ولباسا وكل ما يدخل في باب الطيبات. بغيتي تعيش تستمتع في الحياه، اقتصر على الطيبات وبعد على المحرمات. يعني شحال من واحد كيبغي الاستمتاع في غير ما احل الله، فهو ما كيوجدش اللذه الحقيقيه، كتكون اللذه زائفه، كيكون واحد المجال الذي لا ينطوي على خير وان بدا جميلا لانه خارج عن ما أراده الله للإنسان من الطيبات. حتى ليش مشينا شفنا الأمور اللي وصانا الله تعالى باش ناخذوها ونتنعموا بها، واحد الشيء كبير كبير جدا، ولكن حنا الإنسان من طبيعته أنه لا يقدر النعم وكيشوف غير الحاجة اللي ممنوعة ويحسب أنه سيستمتع، لا أبدا. ولذلك حنا ما دمت تكلمت على فن الاستمتاع بالحياة، أعظم توجيه للاستمتاع بالحياة هو الدين. هذه النقطة الأولى، عاد غندخل معك لبعض التفاصيل. إذا أنا ملي غنكون عندي مبادئ وعندي دين وعندي توجه الحمد لله ديالي منضبط فيه الالتزام وفيه الاحترام وفيه معرفة الحق والواجب وفيه معرفة الحلال والحرام وما يحل وما لا يحل، كنعيش في واحد المجال اللي هو كيتسمى الرشد في التصرف. ملي كيكون عندي رشد في التصرف، اي نعمه عطاها الله تعالى كنحمد الله تعالى عليها وكنشكره وكتزيد وكتزاد ديك النعم. اكيد اكيد كتزاد ديك النعم وكنكبروا. ولذلك هذه دعوه الى اننا عندك نفهموا الدين فهم خاطئ. شحال من يقول لك الدين يميت علينا الحياه وما كيخليناش نستمتعوا، بالعكس الدين اكبر دافع وداعم للاستمتاع بالحياه، ولكن خصك تفهمه مزيان. واحد الصحابي جليل كيجلس مع جاء عند سيدنا رسول الله، قال له نافق حنظله، سميتو حنظله، قال له نافق، قال له دخلني النفاق، قال له كيفاش؟ قال له ملي كنكونوا معك يا رسول الله وكتوصينا وكتوعدنا وكتوجهنا كنكونوا على واحد الدرجه ديال الايمان قويه، ولكن غير ملي كنخرجوا من عندك كنمشيو للدنيا والملذات والحياه والابناء والتنعمات وكذا وكذا كنساو داك الشيء. وقال له انا خفت نكونوا كننافقوك. قال له لا، لو بقيتم معي على تلك الحال لصافحتكم الملائكه في الفروش والطرقات، ولكن ساعه وساعه. قال له شوف، ساعه وساعه، ساعه للذكر والطاعه والعباده وساعه للنفس، لان النفوس كيخصها تروح النفس. روحوا على انفسكم، النفوس اذا كلت عميت. الانسان اذا تعب خصو لحظه ديال الترويح، ولذلك الانسان يروح على نفسه بما لذ وطاب مما افاء الله على الانسان من خيرات وبركات. وكيجي واحد المجموعه ديال التوجيهات اللي كتوجهنا اننا يعني كنقولوا فن الاستمتاع بالحياه، اش كنعنيوا بها؟ كنعنيوا بها الشخصيه الايجابيه، كيفاش تكون تنظر الى الحياه. نعم. وكيكون كيوجهك في الحياه الايمان. عرفتي الا ما كانش عندك الايمان راه غادي تدخل في واحد العالم ديال التوتر. واذا كانوا سيدنا الاولى كيقولوا الله عمر قلبنا بالله، معناه انه كتجيك واحد الحاله ديال الضيق. الانسان هذا كيمكن يجي واحد الحاله ديال الشده، كيمكن يجي واحد الحاله ديال الضيق، كيمكن يولي عنده واحد الحياه فيها شيء من الرتابه ومن الملل والقلق. نعم. ولكن مني كتعمر قلبك بالله كتقول ما كاينش الملل، كاين اليقين، كاين الثقه،
كاين الامل في الله تعالى، كاين ذكر النعم، كاين تذكر الايجابيات في الحياه. واذا كيجي لنا وكيقول لنا شوف خصك تكون ايجابي، ما معنى ايجابي؟ كيفاش تتعامل مع الحياه، مع نعمها فتكون شاكرا، ومع مكارهها فتكون صابرا. وهذه هي فن الحياه. ولذلك مع الاسف الناس مع ابسط اختبار يسقطون. نعطيو غير مثال دكتور الصمدي، مثلا الناس اللي كيخدموا بزاف، خدمه الخدمه 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 الخدمه، وكينساو وليداتهم، ما كيبقاوش عارفين واش من قسم وصلوا. هنا تولي الحياه ديالي غنولي بحال شي ماكينه، تولي حياتي ممله، فيها واحد النوع ديال الرتابه، ونقدر نوقع في مجموعه من المشاكل النفسيه كاكتئاب وهذا. كما تكلمتي ربي عطانا مجموعة من النعم، صحتنا، مالنا، وليداتنا، أولالا. طبعا دابا حنا ما كنقدروش النعم لأننا لا نذكرها، حينما لا نذكرها لا نشكرها. راه شحال من واحد كيفكرها في داكشي اللي ما عندوش. وإن تشكروني لأزيدنكم. لإن شكرتم لأزيدنكم. شحال من واحد ما كيفكرش. أولا خصنا نقدروا هذه النعم، نشوفوها، نعرفوها، نتعرفوا عليها، ما كنعرفوهاش. ولا نعرفها إلا بعد أن نفقدها. ثم أننا لما نعرفوها نسعى في شكر الله عليها ليزيدنا منها. اذا عندك مفاتيح السعاده في يدك، فاذا كيفاش غنستمتع بهذه الحياه؟ كل حاجه نعطيها حقها. نعم. كيقول لنا الرسول عليه الصلاه والسلام: ان لنفسك عليك حقها، ولاهلك عليك حقها، ولزورك عليك حقها، ولي ولي ولي، فاعطي لكل ذي حق حقه. هذا هو فن الاستمتاع، كل حاجه اعطيها حقها، كل حاجه اعطيها وقتها، باش ما تغلبش جانب على جانب، فاذا غلبت تقع في الخلل والاختلال. ولذلك يكون عندنا هذا التوازن في التصرف في الحياه، ويكون عندنا هذا الاستعداد القبلي لتقبل ما ياتي في الحياه. شحال من واحد يختبر في ابسط شيء يسقط، لكن المؤمن عجبا للمؤمن ان امره كله خير، مستعد. اذا جاته الخيرات يشكر، ولا يطغى. وإلا جاته المكروهات والحاجه اللي تكره يصبر. نعم. وكيجي الحديث كيقول لك: وليس ذلك الا للمؤمن. هذا هو فن الحياه، تجده صامدا، صابرا، مبتسما، يعني لأنه يتعامل مؤمن بقضاء الله وقدره. نعم. وهنا ابتلاء الله يعني كنحتاجوا. نعم. انا شحال مره قلت لك واحد القضيه: اركان الايمان ودورها في تنميه الانسان. راه كتنميك، كتعطيك التنميه الذاتيه، كتعطيك مهارات في الحياه، كتعطيك فن التواصل. انت شو التنميه الذاتيه شحال من 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 سنه وهي معنا حنا عاد ولات مؤخرا تتقرا. التنميه الذاتيه راه عندنا في العمق ديالنا، في العمق الديني ديالنا، كتعطيك يعني شنو اللي خاص هو اننا نفهموه، كتعطيك انا لا ما عرفتش شنو كتعطيك. لان ملي كنتكلموا فن الاستمتاع بالحياه كنتكلموا على الصحه النفسيه. شحال من واحد عنده ماشي ما عندوش، عنده وما عارفش كيفاش، ولكنه لا يجد لذلك المال او لتلك النعم، لا يجد لها ذوقا ولا راحه. لانه معمر قلبه، اما انه كتوجد عايش الان، ولكن كيف كيجتر الماضي، اما انه يجتر الماضي او المستقبل، او انه يفكر في المستقبل. الماضي يؤلم والتفكير في المستقبل يخيف، فيعيش بين الـ بين الـ بين الالام والخوف. نعيش في الحاضر ديالنا كل نهار بنهار. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت. شوف محددات الاستمتاع بالدنيا. اعمل في الدنيا بحال غتعيش دائما. علاش؟ يعني بهذه الطريقه غادي نبقى دائما متوازن مع نفسي. كتبقى ديك المحفزات ديال الحياه، كتبقى ديك العمل، ماشي تقول دخل في واحد الفتره ديال العمر تقول انا ما غنستافدش من هذا الشيء، وعلاش غندير هذا الشيء، وهذا الشيء طلع لي في راسي ومن بعد لا. دابا علاش كتكلم؟ كتكلم على 40 سنه على متوسط العمر. هاد السنه سبحان الله، العمر هذيك سنه العطاء، هذاك العمر سبحان هو في حكمه. النبي عليه الصلاه والسلام امتأته الوحي في عمر 40 سنه. عاد قالوا فاصدع بما تمر. هذيك هي، هذاك هو العمر، وهذاك متوسط العمر اللي يخليك تفكر في اللي درتي واللي باقي ما درتيش. هو صراحه خصوصا بالنسبه للرجال اللي كيكونوا عندهم كيطيحوا في هذيك ازمه منتصف هو العمر. هو نعم. هو 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 كل مرحله لها حلاوتها. مرحله الشباب، الفتوه، مرحله العطاء، مرحله الكهوله، مرحله الشيخوخه، الحكمه. الامل. شوف اذا مات، عاود عندنا في واحد الحديث: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله، فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. التشبث بالحياه، حب الحياه حتى الاخر، اخر رمق، وانت عارف 100% ما غتستافدش من ذاك الشجره اللي غتغرس، وذاك النبته الصغيره ما غتعطي الثمر ديالها حتى على 10 سنين. ومع ذلك يقول لك: اودي غرسها. شنو فيها هذه؟ فن الاستمتاع بالحياه، فن التفكير في الاجيال القادمه، فن بناء العمران وتشييد الحضاره. عفوا. فاذا هنا بغيت نقول كاين محددات، كاين التفكير الايجابي، كاين الصداقات الطيبه. دابا المشكل اللي كيخلي الانسان ما يدخلش ما يستمتعش بالحياه ربما الرفقه السيئه،
ربما معاشره الاشخاص السلبيين. هذاك اللي غيكون عنده نظره سوداويه وسلبيه ما نتعاشرش معاه. اكيد خصني نتعاشر مع الناس المبدعين. باش نرجعوا لاول كلمه قلتيها، اول نقطه مهمه هو نرجعوا لديننا الى بغينا نستمتعوا بالحياه. ياك دكتور صمد. نستمتعوا بالحياه. نعم. الحقيقيه. لانه ملي كنسمعوا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هذه شنو هي الحياه الطيبه؟ هي تستمتع بالحياه لحظه بلحظه مع ابنائك، مع اسرتك، مع محيطك، مع جيرانك، مع بيئتك، في مجتمعك، مع النعم التي أنعم الله بها علينا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا ما حطيتش هذه المحددات هذو غادي تمشي محل. نهار نتلفوا رجعوا لديننا فقط. تبارك الله عليك. بركة. بارك. الله يوفقنا للخير. آمين يا رب. لأن أسباب الاستمتاع والتمتع بالملذات والطيبات اللي أعطانا الله تعالى، وكعدنا الأمل والنظر الجميل والثقة في الله تعالى والثقة في القدرات ديالنا، وهكذا يمكن أن نبني جيلا يستمتع ويمتع. أكيد تبارك الله عليك. الله. كالعادة دكتور مصطفى الصمدي دائما نستمتع يعني بهذه الحكم اللي تتعطينا في مرحبا. كل حلقة. مشاهدينا اللحظة نمر لفقرة التربية والتعليم. سي عبد اللطيف رشيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. أشخبارك؟ ورحمة الله. جمعة مباركة. أنتم بخير. الله يبارك فيك. اليوم موضوع يعني دائما عنده علاقة بالعطلة الصيفية، واليوم غادي نحاولوا اننا سي عبد اللطيف رشيدي كيفاش يعني ناخذوا هذيك العطله الصيفيه كقنطره عبور لعام دراسي جديد. اكيد وليداتنا تعبوا وداروا مجهود بدني ومجهود ذهني وهذا، وكيتسناو واحد بغيت حتى ما يهربوش فيهم دوك الضغوط ديال المدرسه، وكيتسناو هذه العطله يعني بفارغ الصبر. وليني اكيد اننا غادي نحاولوا اننا نوازنوا باش هاد يعني هاد العطله ما تمشيش لهم فقط في كل ما هو تفاهه ولعب وهذا، ونستغلوها في كل ما هو تنميه مهارات، يمكن تعلم لغات جديده. يعني كيفاش نقدروا استاذ نحققوا هذا التوازن؟ اصبتم صحيح، علينا ان نستمتع بالعطله ولا تكون فتره عطاله فكريه وذهنيه وجسميه وروحيه. كل رهين بالتنظيم، الوقت وعلينا ان نجمع في كل ما ناخذه في هذا الوقت في الزمكان اللي احنا متواجدين فيه المتعه والمنفعه. الخطا اللي تيرتكبوا بزاف الاباء والابناء ان ملي تتسالي الموسم الدراسي تنسدوا الشكاير، تنسدوا الدفاتير، تنسدوا كل شيء. هنا الخطوره الاولى هو اولا تتكبر فينا العطاله والكسل، وبالتالي تكون درنا قطيعه مع الدروس. حنا بغينا نربطوا الجسور ما بين نهايه الموسم الدراسي حصل ما حصل فيه بالنجاحات ان شاء الله، والموسم الاتي، لان خصنا نكونوا على اهبه الاستعداد وما توقع لناش واحد الهوه صحيقه ما بين السنه الفارطه والسنه المقبله. سنه احنا تهضروا على السنه المدرسيه، باش التلميذ منين يجي يدخل المدرسه يكون مستعد. اولا خلال عطله تنعاودوا نراجعوا دروسنا اللي باقي عندنا فيها ثغرات وعندنا فيها دي لاكون الفولي كومبلي، خاصنا نعاودوا نتذكروا شي اشياء لم نتمكن منها في الدراسه ديالنا، نعاودوا المراجعه ديالنا. مثلا عندنا خصاص مثلا في ماده ما مثلا لم اتقنها كل الاتقان او باقي عندي فيها نقص نعوضه، وتنبدا نطلع على البرامج ديال اشنو غادي نقرا الموسم الجاي، باش منين تندخل في سبتمبر ولا تنكون على الاقل عندي فكره والمام اشنو على انا مقبله عليه باش نساير بدون مشاكل. اغلبيه التلامد تكون في فتره عطاله مطلقه، اخذهم ما اخذهم من قنوات التواصل الاجتماعي واللعب واللهو هذا، وننسى بان علينا واجبات كما لدينا حقوق. اذا خاص الاباء يسهروا على انهم مع وليداتهم يوضعوا برنامج ديال انه ياخذ من المتعه ديالو اللي فيها الاسترخاء وفيها الراحه والاستجمام وقت معين، وعنده اوقات معينه للذكر والاستذكار وللمراجعه وللتحضير للسنه المقبله. تنغوشارجيو لي زاكو. نعم. ونغوشارج لي باتري بحال تنشحنوا بطاريات باش نكونوا مواكبين في بدايه الموسم الدراسي. تكلمتي لي استاذ على وسائل التكنولوجيا، والولاد ديالنا كنشوفوا ماما قدام الشاشات ديالهم بالتليفون ولا هذا، ف علاش ما نكونوش ما كنضلش المهم فكره ان هذوك الاجهزه او هذوك الشاشات ما نوضعوشهم واحد التطبيقات اللي ولاو دابا تربويه تعليميه، منها يلعبوا شويه ومنها يستافدوا.
هي موجوده هنا هنا سوء الاستعمال او حسن استعمال التكنولوجيا الحديثه بكل ما تحيط به من هذا الشيء اللي هضرنا عليه قنوات التواصل الى اخره، راه هنا الاستعمال هو المشكل. الاباء عليهم ان يراقبوا ان ولدو شاد التليفون او شاد الطابليت اشنو تيدير اشنو تيشوف حتى لا ينزلق وينغلق عليه في متاهات اخرى لا تحمد عقباه. بالعكس راه الفيسبوك ولا اي مجال من هذه المجالات عامر بالمعلومات، معلومات عامر بالالعاب التربويه. نعم. تنقولوا لي جو انستركتيف اللي تيكونوا تيعاونوا على تنميه الشخصيه وتنميه الذكاء والمهارات. نعم. بالتالي نبغي ننصح الوالدين ما غيكونش عندنا برنامج فيه من 8 ل 9 من 10 ل 11 من 12 ل 1 داكشي مضغوط ومشحون وهذا. بالعكس خاصنا وليداتنا حنا ما قادرينش نراقبوهم، حتى حنا راه مطالبين نمشيو للشغل ولا عندنا مشاغل الحياه. هاد الوليدات غادي نخليهم بوحدهم، مع من غنخليهم؟ مع الآليات. ما عندنا حتى شي سلطة باش نتحكموا فيها 100%. ولهذا اليوم راه كاين مجموعة ديال الجمعيات ديال دور الشباب ديال المدارس اللي تتنظم أنشطة صيفية فيها واحد التوازن، فيها برنامج، فيه الأعمال اليدوية ونحن بحاجة إليها. كاين اللي راه خصو يلمس التراب باش يعرف قيمة ذاك التراب اللي هو تيلعب. أكيد أكيد أكيد. إذا يدير لابوتري، يدير شوية لا ميوزيك، يدير شوية سبور، يدير شوية السباحة. وذاك نهار هضرنا على التنمية ديال لي سوفت سكيلز، راه الرسول صلى الله عليه وسلم نصح بعلموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. دونك حنا هنا خص وليداتنا يتمتعوا بهذه اللحظات، يشاركوها مع ناس اخرين تنديفلوبيو عندهم ذاك لو ترافاي اون ايكيب، باش ما يبقاش مزومع على راسو تتكبر فيه الانانيه وتتكبر فيه الضغوطات. وهاد هاد المشاكل هذه اللي ولينا تنعيشوا فيها ولادنا هي واحد من اخطر مسببات التوحد اليوم، هو هذاك ان التلميذ منغمس في الاليات والادبيات ديال كيطور صداقات وهميه، ما كيعرفش راسو مع من كيدوي بعدا. نعم تيدوي. ولهذا النصيحه لو كونتاكت راه مهم. لو كونتاكت ديريكت فيها تبادل المشاعر، تبادل العواطف، فيها تناخذوا على بعضياتنا. حتى كنا صغار حتى حنا استاذ ياك. نعم وهذا الشيء متاح اليوم ولا يكلف كثيرا بكل صدق، ولكن خاصنا نوضعوا برنامج دقيق ونراقبوه. وفيه التحفيز لهاد الوليدات باش يمشيو يديروا هاد الانشطه، ماشي دائما اش قريتي اش شفتي. راه ما يمكنش التلميذ في صغر سنه وعنده متطلبات وعنده رغبات وعنده اشياء باغي يمارسها حتى هو راسو، ونجي حنا ونكبتوا على نفسه ونفرضوا عليه شروط معينه لا يستقيم، وكانه كان اللي تيدوز عطله وكانه في سجن. دونك خصنا نولفوا الوليدات انهم يخرجوا من ذاك النطاق العائله، النطاق الضيق ديال الاسره، يخرجوا يكتسبوا مهارات اخرى اجتماعيه، لغويه، عاطفيه، وحتى كيفاش تيحسنوا رسهم وتيكتسبوا مناعه فكريه واجتماعيه لمواجهه معضلات الحياه اليوميه. وحتى السفر راه مهم، يعني في فتره الصيف انه يكتشف مدينه جديده، يمكن مع العائله ديالو يمشي يكتشف الاثار ديال هذيك المدينه. نعم. يعني حتى هي راه هي فيها نوعا ما يعني ترفيه، وفي نفس الوقت ان ذوك الوليدات يعني كيتعلموا اشياء جديده. انا اللي تلاحظ احيانا في هذه المنتجعات وهذا ملي تيخرجوا الاباء هذاك اول انكلوزيف هذاك تيسدوا عليهم فواحد لا فورمي تولي فيها الروتين والرتابه. وبالتالي الاب والام ملهيين كلها عنده مشاغل، هذا في الفيسبوك، هذا في الواتساب، هذا في هذا، تنخليو التلميذ او الوليداتنا راه في البيسين نهار وما طال. اولا امراض جلديه، امراض صحيه، ثانيا راه تتربى عادات وطباع اخرى لا تليق لا بثقافتنا ولا بتربيتنا. إذا خاص الوالدين يكونوا حريصين على أن يكون واحد ليكيليبر والتوازن ما بين أنه غادي يدير أنشطة ويمارسها في أوقات معينة، وتكون هذه هي فترات الاستراحة من التحضير ومن التلقين ومن الدرس اللي هو تيقوم به. إذا السر هو تنظيم الوقت. هو تنظيم الوقت. كل النجاح راهين بماذا نظمت وكيف نظمت ذاك الوقت، ويكون التنوع. غادي يولي عنده صيف ممل. صيف وخصنا وليداتنا نصيحة أخرى تنهضروا على تطوير المهارات الناعمة. اللي عنده شي عمل ديالو ما فيها باس ياخذ وليداتو مرة يديهم يعيشوا ويشوفوا التجارب، ولما لا بحال اللي تيديروا الناس في دول أخرى، تمشيو الدراري تنوبليجيهم يديروا دي ستاج دوبسيرفاسيون
وراء انا شوف خلال النقاش على التوجيه وانا انت تكلمت على دول اخرى انا تفكرت غير زمان كان الصيف الوليدات اللي يمشي عند النجار يمشي عند الحداد تتعلم تصنيعه اللي غادي تنفعه في المستقبل علاش لا علاش لا نعم وبالتالي فيها الشغل علاش لا نعم. فتعلم ما يفيد وبالتالي ما تنضيعوش وقتنا وما تنضيعوش مستقبل الوليدات. كنشكرك على المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا السي عبد اللطيف رشيدي. اذكر انك مدير مركز الاستشارات النفسيه والتربيه والتعليم بمدينه المحمديه. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نمر لحظة لفقرة الضيف. سعيدة جدا باستقبال ضيف خاص عنده قصة ملهمة وكيخوض اليوم تجربة فريدة من نوعها كيستافدوا منها بزاف ديال الناس. سي عثمان بن شقرون اهلا بك. الله يحفظك الله يبارك فيك. شكرا جزيلا على الاستقبال. اذا سي عثمان بن شقرون انت اخصائي في التنويم المغناطيسي ومدرب تقنيه الويم هاف. اول حاجه نبغيو نتعرفوا على هذه التقنيه قبل ما نمروا للقصه ديالك الخاصه واللي يعني عندها واحد عندها واحد التاثير كبير وغيرت الحياه ديال سي عثمان بن شقرون. تفضل. راه التكنيك ديال ويم هاف جاي من واحد السيد سميتو ويم هاف اللي هو واحد الهولندي اللي عنده 26 ريكور مونديال كيدخل في الثلج تيدير تحديات ذهنيه اللي قويه بزاف. مثلا انه دار ماراطون في الصحراء بلا ما يشرب، دار ماراطون في الثلج، طلع ليفرست غير بالشورت اللي هي انكرويابل، وعنده واحد ريكور عاوتاني ديال الغطس من تحت الماء جليدي. هاد السيد صوب واحد لا تكنيك سميتها لا تكنيك ديال ويم هوف على سميتو على الاسم ديالو، لانه هي اللي عاوناتو انه يدير هاد التحديات كاملين. وهو صوبها خصيصا ماشي للناس اللي باغيين مثلا يديروا بحال هاد التحديات فورسيمون، ولكن واحد الناس اللي باغيين يتهلاو في صحتهم في الذهن ديالهم. اي اليوم بطريقه طبيعيه بطريقه طبيعيه بالضبط. كيفاش غنتهلا في صحتي بطريقه طبيعيه؟ يعني هاد التقنيه علاش تعتمد بالضبط؟ تعتمد على اشياء بسيطه جدا اللي عندها مفعول قوي بزاف اللي هي تنفس. اي واحد يمكن له يتنفس، لا ريسبيراسيون، اي واحد يمكن له يدير هذا التمرين العميق، واحد التمرين ديال التنفس سبيسيال اللي كيعاون الانسان انه يهدئ الجهاز العصبي ديالو ويهيئو للستريس ديال لو كوتيديان. لا دوزيام شوز هي المبارد. المبارد لانه عنده منافع بزاف، اولا للصحه والنفسيه ديالنا، وثاني حاجه لانه واحد لو ستريس واحد الضغط اللي ايجابي. كاين الضغط اللي تنسمعوا ليه، يعني انا الجسد ديالي تنعرضوا لواحد الضغط، كنحطوا سو بريسيون كما تنقولوا. هنا واش ما تنتكلموش على لا لوا دو لوغميز؟ اكزاكتومون. مزيان لا لوا دوغميز هي لا باز ديال هادشي كامل. لا لوا دوغميز هي انك تدخل واحد الضغط واحد لو ستريس على لو كور ديالك اللي يخلينا لورغانيزم ديالك الجهاز العصبي ولا لو كور ديالك اون جينيرال يتادابتا ويولي مع لي كونديسيون اللي هما فيه. مع لي كونديسيون اللي هما فيه. وثالث حاجه هو لونغاجمون، يعني الالتزام. لان ما كاينش شي حاجه في الحياه اللي تقدر توصل لها وتحقق بها نتائج ايجابيه بدون التزام، خصوصا ان هاد مثلا التمارين اللي تندوي عليهم مثلا المبارد ولا الثلج ولا ريسبيراسيون، اشياء اللي ماشي بالضروره تجي سهله للناس. واخا انا قلت لك بسيطه، المبارد كلشي عنده في دارو، لا ريسبيراسيون كل اي واحد يمكن يديرها دابا وهو جالس براسو، ولكن ماشي طبيعيه. يعني ما تنشوفوش الناس جالسين تيخدموا على راسهم بهذه الطريقه، وماشي سهل انك تدخل انك دير المبارد. يعني كاين تتحدى راسك واحد شويه، ولكن الا التزمتي وخديتي هذا لو مود دو في ودخلتي الحياه ديالك غادي تشوف بواحد السرعه هائله واحد التغيرات في حياتك اليوم كبار. وانا دليل على ذلك. اذا فيها فوائد. فيها فوائد. يعني شنو هما التغيرات اللي تلمسهم يعني فيك؟ اظن انها تغيرات جسديه ونفسيه في نفس الوقت. اكزاكتلي. نعم. باش نفهم لو كونسيبت للناس نشرح لهم الوضعيه ديال اليوم. الوضعيه ديال اليوم ان اغلبيه الناس تعيشوا واحد لو ستريس كرونيك في الحياه ديالهم. ستريس كرونيك يعني في صحتهم كاين عندهم امراض على ود على هذا لو ستريس كرونيك. وثاني حاجه هو ان الناس كل شيء تيقدر يقلقه ويدير له ان ستريس. يعني واحد يقدر ينوض الصباح غير لا سونيت دلالارم ديالو تصوني تقلقه، ينوض يشوف راسه في المرايه يمكن ما يعجبوش راسه يحس بواحد لو ستريس، غيقبض الطريق حدا الطوموبيلات يجيه واحد لو ستريس. يعني الناس ولينا الطبيعه ديالنا اون ستريس دغيا بعدنا عليها بزاف. حيت حنا ستريس 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 راه ما كنعرفش شنو تيوقع في الجسم ديالنا كونت اون ستريس. اكزاكتومون. تيعطي امراض، تيعطي واحد الادرينالين، لا كورتيزول. نعم. ولكن حنا كبشر
رحنا اول حاجه من المخلوقات اللي خلق سيدي ربي حنا هما الاقوى، حنا هما اللي يعني في احسن صوره اللي حطنا في الارض. كيفاش اننا نوصل بنا الحال انه نكونوا قويين؟ يعني كان شحال هذه راه يقدر الانسان راه يدا بزمع سباعي راه يعني تيدير مجهودات قويه. اليوم انك انت تخاف حيت في الطوموبيل حطك دو بانيك في البلاصه. دابا اليوم بيان سور دابا اليوم غير يمكن شي واحد يقول لك واحد الهضره ولا وقعت واحد لا سيتوياسيون تبقى اعوام وهي دارك. الوغ كو الغزاله مثلا لا جرى موراها سبع راه موراها تتهرب وكتنسى هي كل شيء، تتنسى كل شيء. لانه علاش؟ لانه عندها واحد لو ستريس اللي هو طبيعي. حنا اليوم عندنا دي ستريس اللي ماشي هما جسمانيين، يعني ماشي درتي مجهود، ماشي هربتي، ماشي ضربتي كاع نقولوا، لا عندك عندك ان ستريس اللي غير هنا، ان ستريس تابعك هنا، عندك التزامات، عندك بزاف ديال الحوايج اللي ديما ضاربينك هنا، وهذه ماشي طبيعيه، ماشي طبيعي انه يكون ديما دماغك يعني سي ان بو سي دو لونكسيتي لا بغينا نقولوا التوتر قا يعني ولينا في الستريس سا دون لا ديبرسيون سا دون دي مالادي اللي يقدروا يوصلوا الله يحفظ حتى للكونسير اكسيتيرا. اي هادشي كامل يمكن له يتصلح بان الانسان يدير واحد لو ستريس اللي هو طبيعي. حيت لو ستريس ضروري منه، لو كور ديالنا تيحتاج لادرينالين بحال قلتي ليميونيتي ديالنا في واحد الحدود. وي حيت ليمونيتي ديالنا ما تخدمش بلا ستريس. لو سيستيم نيرفو ديالنا ضروري خصو لو مود سيمباتيك اللي هو لو مود ديال الستريس، ضروري خصنا. دونك الا ما عطيتيهلوش ايجابيا بالرياضه مثلا بحال هادشي اللي تنقدم انا ديال الماء بارد، ديال انك تلتزم دير تحديات مع راسك في الحياه ديالك، غيقلب عليه ولكن في التخربيق. يقلب عليه مع الناس، ندار مع هذا وندار مع هذا، يقلب عليه انني نكري ستريس غير مع راسي، مع بوتيتر دي فوا مع زوجة ديالي ولا مع زوجيني، نخلق بيناتنا صداع غير باش نحسوا بديك شويه ديال 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 لادرينالين فينا. ولكن علاش نديروا في دي شوز كونستركتيف اللي يفيدوني؟ منافع الماء بارد كبار بزاف مثلا، الداس ديالك، الصحه الجسمانيه مثلا، العضلات، البشره، لانك تتبان صغير. تبارك الله غير قبيله في الاستوديو بزاف الناس قالوا لي انا تجربوا لا تكنيك ديال الماء بارد ونفعتهم بزاف. اي واحد الحاجه ماشي هي جديده، كاينه في الثقافه ديالنا، كاينه في الدين ديالنا، كاين مغتسلا بارد ونشره في القران، كاين سنين وزعما قرون وهاد لا تكنيك تتطبق. واللي عاجب فيها هي انها بسيطه. وهنا نعود للقصه ديالي باش الناس يعرفوا. يلا بغيت نقول لك شنو هي القصه ديال السي عثمان مع الثلج. دابا حنا قلنا الماء بارد لان ماشي كلشي متوفر عنده الثلج، فالماء بارد يكفي. في يامات البرد مثلا انا بغيت يعني نمشي مع هذه التقنيه، يامات البرد واش يكفي انني مثلا ندير واحد الحمام ديال 37 درجه بركه عليا، اولا خاصني يكون ابرد من ذلك؟ لا مثلاً. 37 درجه هي لا تمبيراتور ديال الجن. اللي ما غيقدرش على هذاك قل من 18 درجه سنتيفيكمون تقول 16 17 درجه عاد المنافع الماء بارد. يا بيان سور تنقول الناس ديما دوشوا بماء بارد واخا في الصيف راه تيطلع على هذا، ولكن وما تتساليلاش كتسخن يعني لو كور ديالك كيسخنك، ولكن كتولف انه في البرد يجيك ساهل ما تحتاجش. او بيان سور تستافد حتى ايكونوميكمون. الناس راه شحال من واحد تيجي عندي تيقول لي انا ضفيت الشو ديالو صافي حيدها. علاش؟ لان ولا تيدوش غير قبل ما نسمع القصه ديالك السي عثمان اكيد غنفتحوا واحد القوس ونتكلموا على الناس اللي ما يقدروش يستافدوا من هذه التقنيه. اكيد كاين واحد بعض الامراض وبعض المرضى اللي ما يمكنش يقوموا بهذه المسائل. كاينين دي كا اللي مثلا دي مالادي كاردياك سبيسيالمون ومثلا ليبيليبسي، وكاينين بلوزور كا اللي الناس ما يقدروش يديروا هذه التكنيك. لا فام اونسيت باغ اكزومبل ضروري انا حتى انا كندير دي زابتو اللي تنقدم ورشات باش انني نعلم هاد لا تكنيك النهار كامل باش الانسان يعرف كيفاش يتعلم يتحكم في الجهاز العصبي ديالو ويتعلم واحد لا تكنيك دو ريسبيراسيون مجهده. اي بيان سور قبل ما تندير هادشي حتى تنعرف الانسان شنو لي كونديسيون ديالو، الا كان في واحد الحاله تنقول له مثلا نشوف طبيب باش يعرف مزيان. اي بيان سور ذاك الانسان راه كيعرف راسو بيان سور شنو تيدير، يعني انه ضروري انه يتسول ان ميدسان باش يعرف انه واش لي كابابل انه يدير هاد لا سيتياسيون، انه يدير هاد التحديات. القصه ديالك وكيفاش اقتحمتي عالم وينهاف؟ انا قبل ما ندير هادشي كامل انا على باز انجينيور انجينيور انفورماتيك، درت لي كلاس بريباراتوار غادي في واحد لو باركور ما تنعرفش كاع هاد العالم هذا وبعيد عليه كليا. يعني انا دابا هادي واحد 10 سنين نشوف راسي في شنو كندير دابا، نقول ما يمكن شكون داك السيد هذاك. بصح كنت انجينيور وكنت كتعجبني الانجينيور، انا باسيوني بالانفورماتيك وتتعجبني بزاف. وغادي وصلت درت لي كاس بريباراتوار، قريت في فرنسا وبديت الخدمه ديالي. بديت الخدمه وكانت وقعوا دي سيتوياسيون البعد
الغربه نقدر نقولوا ستريس ديال لو كوتيديان لو فيت انني عاد وليت كنتسال على الحياه ديالي شنو باغي ندير فيها لان قبل عندنا حنا واحد العقليه ديال انسالي قرايتي ونشوف شنو باغي ندير شويه ديال لا ديبرسيون جاتني جاتني اون ديبرسيون كنت الذات ديالي كلها واكل الدق دي زانفلاماسيون بارتو انا تنقولها لهم في لي فيديو تيعرفوا هذه القضيه ان ركب رجليا ما نقدرش نهبط الدروج بلا حريق كان عندي حريق في الظهر وصلت انني خصني ندير ثلاثه لي زوبيراسيون ثلاثه لي زوبيراسيون على ركبتي ظهري وعلى لي سينوس ديالي الحمد لله ما درت حتى شي اوبيراسيون ما احتاجت ندير حتى شي وحده اليوم سبع سنين ما خديت حتى شي دواء ما شاء الله الحمد لله وتن هل انا ما عنديش حتى شي حاجه ضد الدواء ولا حتى شي حاجه غير انا تعجبني يعني داك النهار حاولتي تخدم على نفسك طبيعيا اكزاكتومون تقول الناس اطباء تيديروا واحد لو رول كبير كبير وتري امبورطون ولكن عندنا دور كبير وين ريسبونسابيلتي انا نقصوا عليهم الخدمه راه انت خصك تهتم بصحتك اكثر من اللي يهتم بها الطبيب ديالك ونقصوا من الدواء لانه كتبقى مواد كيماويه يعني كنعرفوا الاثار الجانبيه ديالها بالضبط والا الا قدرتي تستافد طبيعيا من شي حاجه راك رابح مليون منيه وكتربح اوسي داك لو فيت انك انت قاد تصلح لك هذا التكنيك ميمهو في جيت تفهم عندها مجموعه ديال المنافع على الصحه ديالنا مي تكلمتي لي على التهابات على مستوى المفاصل فهنا اظن انها تتنفع في كل ما هو مرض التهابي ياك يس اكزاكتلي انا الحمد لله هذا الشيء كامل تغيير حتى العقليه اظن اييه انا قلت لكم كانت ركبتي تحرقني ما تقدرش تهبط الدروج الحمد لله العام اللي فات طلعت للتبقال بالشرط انا على التكنيك ديال ميمهو حيت هو تيطلع طلع ليفرست بالشرط ان شاء الله نشوفوا واش نقدروا نوصلوا ليفرست في البرد ياك في البرد كان صراحه كان في مي كان مازال الثلج ولكن ما كانش البرد بزاف ولكن في صومي اللي صعيب ماشي هو البرد اللي صعيب هو الريح وتبقال عندنا معروف بان فيه الريح بزاف كانت اون اكسبيرونس ماشي سهله سورتو على على البرد وعلى على التنفس ولكن الحمد لله تنشوف دابا عندي فريمون حياه اخرى وهادشي اللي دفعني انني نخلي لانجينيور ديالي انني ندخل المغرب انني نقدم دي شوز اللي يقدروا يعاونوا الناس بزاف يعني دابا انت يعني تتقدم هكا ورشات للناس عندك واحد المركز اللي يعني الناس كيجيو عندك يعني كيبغوا انهم يتعلموا هاد التقنيه ويستافدوا منها في الحياه ديالهم عندي دابا ان شاء الله هذا الصيف كامل لا بروميير سيمين كندير اتيلي في كازا ولا دوزيام سيمين كنديرها في الرباط تبارك الله سي واحد الورشه اللي كتعلم كل شيء على هذه لا تكنيك وكتعلم الانسان كيفاش يطبقها وصف في الحياه ديالو اليوميه ويستافد منها وكتكون واحد الامبيونس زوينه بزاف الناس تنشطوا لان كيجمعوا كل شيء ومن عالم الهندسه لعالم الكوتشينغ ياك يعني التقنيه اللي نفعتي بها راسك وقلتي علاش لا يعني ندخل البلاد ديالي وحتى الناس اخرين حتى هما انهم ينتفعوا بها نعم وما تكذبيش على الاثار النفسيه ديال تقنيه ويم هاف فيها بزاف لان ديجا التنفس عنده واحد التاثير ايجابي بزاف على الناس اللي عندهم مثلا اكسيتي ولا لا ديبريسيون ومن غير انا ما تنعجبنيش نهضر على لو كوتي مالاديف حيت بيان سور تيبقى شويه في النطاق ديال لا ميديسين انا كنهضر على ان الانسان حيت وانا هذه العقليه ديالي المهم ان تحسين الجوده ديال الحياه ديال الناس انا العقليه ديالي ان الانسان ما علاش نهضروا على المرض هو الاولاني نهضروا على كيفاش نكون ديما مزيان كيفاش نكون مزيان لان نبغي نكون مزيان لعائلتي انا بغي نكون مزيان للولاد ديالي يشوفوني بصحتي للراسي بيان سور وانا ما كنتش مزيان لراسي ما كنتش مزيان للناس بالضبط ودي تكنيك بحال هكا غيعاونوك تحس بها غير تدخل الماء بارد دوش او نوبه بالماء بارد مثلا غادي تحس بواحد التغيير في ذاك النهار ديالك انا متاكده حيت انا جربتها وتبارك الله عليك سي عثمان الله يحفظك شكرا جزيلا وسعداء باستضافتك كنتمنى لك يعني مسيره موفقه في التقنيه الجديده اللي جبتيها وقررتي انك تشاركها مع ناس اخرين شكرا جزيلا تبارك الله عليك مسيره موفقه سي عثمان مشاهدينا كانت هذه اخر فقرتنا لنهار اليوم موعدنا يتجدد يوم الاثنين ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه دمتم في امان الله